توقعات برج العذراء شهر 9 آخر أسبوع، هتشعر بالأمان أكتر يا برج العذراء، وقوة شخصيتك هتبان، ويبقى عندك حب للتعبير، وهتزداد تفاؤل، وهتحس بثقة بالنفس أكتر، هتكون صريح جدا ومثالي، وهتميل للمثالية في الأخلاق والسلوك، وأي حد هيحتاج لك هتكون جنبه مش هتتأخر، هتكون أنت القائد والكل بيلجأ لك وياخد بنصيحتك، وصداقاتك هتقوى وتكتر، هتكون مش شبه حد، هتكون نفسك. هيحصل تجديد في شغلك وهيكون للأحسن، وهيزيد دخلك والأرباح هتزيد، لأن عطارد في بيتك التاني، وده بيخليك أقوى ومهاراتك بتبان وبتكتر. وجود المشتري في آخر الأسبوع هيكون في بيتك العاشر، وده بيتحكم في أمورك المادية وبتكون للأحسن. عايزك تستخدم مواهبك ومؤهلاتك وتظهر أحسن ما عندك. وجود المشتري والشمس هيحسن علاقاتك العاطفية، هتشعر بالانفتاح، وهتاخد خطوات إيجابية للارتباط زي الزواج أو الخطبة. هو نهاية شهر جميلة جدا، هتعيد العلاقة المتوترة إلى مسارها الصحيح، وهتقوي الثقة بينكم تاني، لأن كوكب الزهرة هو كوكب الحب، هيحول نهاية الشهر ده واللي جاي إلى مفاجآت جميلة في الحب والعاطفة. هتقضي فترة رومانسية لطيفة ودافئة، والفتور والبرود اللي في العاطفة هيروح، وهي دي فترة المناسبة للارتباط والوقوف إلى جانب حبيبك.